ثم ذكرت المبحث الثالث مكانة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مذهب الحنابلة. سبب هذا المبحث هو ما خرج في هذه الأيام الأخيرة من الحديث عن شيخ الإسلام رحمه الله، وأنه عالم مستقل وليس له منزلة في مذهب الحنابلة. وأنا أقول أن الكلام من شخص حنبلي مذهبه حنبلي في شيخ الإسلام هذا بدعة، هذا شيء مبتدع وحادث. الحنابلة منذ أن وجد شيخ الإسلام إلى اليوم يعظمون شيخ الإسلام وينقلون أقواله، بل أنا ذكرت لو رفعت أقوال شيخ الإسلام من كتب الحنابلة لرجع كثير من صفحاتها بيضاء نقية ليس فيها شيء. كتب الحنابلة مليئة بكلام شيخ الإسلام، تأتي اليوم وتقول أن الشيخ هذا ليس حنبليا وليس له مكانة، من قال أنه ليس له مكانة؟ وذكرنا أنه يأتي في الدرجة الثانية في الترجيح في المذهب عند الشيخ البردهوي، كيف تأتي اليوم وتقول أنه ليس له مكانة؟ وذكرت كلام ابن كثير تحت الحاشية، قال في يوم الاثنين ثامن رجب حضر القضاة والعلماء وفيهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية عند نائب السلطنة بالقصر، وقرأت عقيدة الشيخ تقي الدين الواسطية، وحصل بحث في أماكن منها وأخرت مواضع المجلس الثاني، فاجتمعوا يوم الجمعة بعد الصلاة 12 الشهر المذكور، وحضر الشيخ صفي الدين الهندي، هذا أصولي، وهذا أصولي يقولون أن خطه معروف، قصة مشهورة، خطه كان رديء جدا، فوجد يقولون نسخة في السوق تباع فيها خط رديء فاشتراها فرح، يظنها يعني أكثر رداءة من خطه، فلما اشتراها علم أنها له رحمه الله، وهو من العلماء المعروفين في الأصول. قال وحضر الشيخ صفي الدين الهندي وتكلم مع الشيخ تقي الدين كلاما كثيرا، يقول شيخ ابن كثير، لكن ساقية صفي الدين الهندي لا طمت بحرا اللي هو منه شيخ الإسلام، لا طمن يعني كيف الساقية تدخل في البحر ليس لها أثر، يعني البحر لا يتأثر. وهناك أيضا مقولة له بكثير غير هذه المقولة، يعني شبيهة لها في كتاب البداية والنهاية. وذكرت أن شيخ الإسلام رحمه الله كان معظما للإمام أحمد ولأقواله ولأصوله تعظيما كبيرا جدا، متتبعا لرواياته، ناقلا لها، موفقا بينها، مفتيا بها تارة، مستشهدا بها تارة، مستدلا لها تارة، ولا دل على ذلك من شرحه على عمدة الفقه، وليس ذلك كما يقول بعض في بداية حياته فحسب، بل حتى آخر عمره رحمه الله وهو يعظم الشيء الإمام ويرفع من شأنه. وذكرت أيضا أن علماء المذهب المحققون فيه المعتد بكلامهم في المذهب الذين لهم ثقة في المذهب إذا تكلموا اعتدوا بشيخ الإسلام وأخذوا كلامه واحتجوا بكلامه، فمن يأتي بعدهم؟ يعني ذكرت أن ابن مفلح والمرداوي والحجاوي وابن النجار ومرعي الكرمي قد نقلوا عن شيخ الإسلام، فأين من دونهم منهم؟ وين مهما فعلت الآن لن تصل إلى الشيخ منصور حتى تأتي اليوم وتتكلم عن شيخ الإسلام. نقول أفي عقلك شيء تتكلم عن شيخ الإسلام؟ بل بعض من يدعي النسبة إلى الحنابلة يؤلف في الرد على شيخ الإسلام في مسألة اعتمدها الحنابلة، أنت حنبلي، ويؤلف في الرد مثل حلق اللحية مثلا، ينقلون الحنابلة أن حلق اللحية محرم عن شيخ الإسلام، كلهم مرتضين لهذا الرأي، ثم يأتي شخص يؤلف أن حلق اللحية فيه خلاف وأنه يجوز. سبحان الله، هل هذا حنبلي؟ كيف تزعم أنك حنبلي تتكلم في شيخ الإسلام تعادي الشيخ رحمه الله؟ لا تستطيع. فأنا أقول يعني الذي يريد أن يتعقب الشيخ رحمه الله يتأنى وينظر إلى أصول الشيخ، يعني إذا دخلت مع شيخ الإسلام في شيء داخل في معركة شديدة جدا. وأيضا أنا أحارب من يحاكي الشيخ، هناك من المشايخ أو بعض الله يحاكي الشيخ الإسلام،
في أسلوبه وطريقته في الترجيع، وهو مسكين مسكين يعني. لا تحاكيه، لأن الأصل عندك ليس كأصلي، الأصل الذي عندك ليس كأصلي، ولا أيضا تأتي ترد عليه بكلام تافه أو يعني ترهات على شيخ الإسلام وتحاول أنك تنزل من مقامه. أبدا أبدا لا تستطيع، لا تستطيع. شيخ الإسلام له مكانة عظيمة، حتى أثبتنا لهؤلاء من يتكلم ويطعن في الشيخ وأنه ليس له منزلة، بل نحن الحنابلة نتشرف نفخر بوجود هذا الرجل في سند الحنابلة. إذا أخذت سند الحنابلة إلى الإمام أحمد، موجود فيه شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب، شيخ الإسلام موجود، هذا مفاخر، نفتخر بوجوده. حتى ذكرنا لهم مسائل في المنتهى والإقناع هي من كلام شيخ الإسلام، ما تلفظ بها إلا شيخ الإسلام، جديدة. الآن لنا 700 سنة والحنابل يفتون الناس بقول شيخ الإسلام رحمه الله، وتقولها. وأنا أقول أن الكلام في شيخ الإسلام من حنبلي خاصة، كلام فيه وذمه بدعة، بدعة محدثة، وينبغي تجنبها، وأن يتقي الله عز وجل هذا الشخص الذي ينال من الشيخ أو يعرض بتكفيره أو تفسيقه أو أنه سجن عقوبة له أو يتشفى في سجنه رحمه الله. فهذا العالم يعني لا أظن أنك تصل مواصيله أبدا. ونصيحتي له وكل من ينتاج هذا المنهج السيء أن يبتعد عن هذه الأمور، وهي أمور كبيرة جدا، ولعله يحاسب عنها يوم القيامة مع الشيخ رحمه الله.